لا يوجد تطابق بين الحكم وبين أديب اللي عم بيخربط، معناته مو عارفان على شو عم بيتفرج. انتقادات تطال نجوم موسم رمضان 2022 لتكرار أدواره. حتى سؤال صار مكرر من أقرب الناس لإلي. على الرغم من الأصداء الإيجابية اللي عم تحقق الشخصيات يلي عم يقدمها فايز قزق هذا الموسم، الجمهور كان عنده تحفظ على تشابه طبيعة دور أديب بمسلسل معوقف التنفيذ مع دور الحكم بمسلسل كسر عظم، ومن خلال هالدورين تم تسليط الضوء على رجال الدولة الفاسدين. كتير راح تفرق معك الحياة الجديدة. نفس الجلد الفاسدة ايه، بس قد لا يكون نفس يعني التطابق. لا يوجد تطابق بين الحكم وبين أديب في مع وقف التنفيذ للأستاذ سيف سبيعي، لا على الإطلاق. أعتقد أن هناك تطابق في مسألة كونهما فاسدين. نعم، هم من سلاسل الفساد وكلاهما يتمم الآخر، لكن بطريقة أو بأخرى كان علينا مع السيدة رشا والأستاذ سيف أنه قدر الإمكان يكون في هناك تباين بين الشخصية، ليس من الناحية الشكلية. الشكل بالأخير أنا بالنسبة لي آخر شيء أفكر فيه، من الناحية النفسية والسلوكية والتفكير وإلى آخره، لكن ينتميان إلى هذه الفئة الفاسدة من المجتمع، وخصوصا تلك التي تظهر كالفطور في أثناء الأزمات. فاللي صار تاني مرة وتالت مرة أكيد مو صدفة. وعن نفس العملين هالنوع من الانتقادات كمان لحق محمد قنوع كونه قدم دور ضابط فيهم، بس مرة كان فيصل ومرة كان صهيب، وهذا اللي خربط بعض المتابعين. هلا عم بيخربطوا فيها مبالغة شوي، عرفتي يعني اللي عم بيخربط معناته مو عارفان على شو عم بيتفرج. يعني ليه ما خربطوا مثلا انه الست نادين او الست صباح الجزائري باكثر من مسلسل دور ام؟ ليه ما خربطوا؟ يعني هون ام وهون ام وهون ام وهون ام، ما خربطوا. بس نحن يعني انه دور ضابط هون ودور ضابط هون فصار في خربطة. اولا فيصل بكسر عظم ما بيشبه صهيب ابدا بمع وقف التنفيذ، يعني لا بالشكل ولا بالمضمون ولا بالمحتوى. يعني هنيك ضابط بمع وقف التنفيذ ضابط دائما لابس مدني، دائما بيلحق المصاري، دائما بشوف وين مصلحته، انتهازي. هون ضابط عسكري، غالبية مشاهدي باللباس العسكري واللباس الميداني، له علاقة بالحواجز والمعابر. يعني ما بيشبهوا الخطين، ما بيشبهوا بعض ابدا، واحد مستلم مفرزة صرافة وواحد مستلم حاجز على الحدود. فشو اللي خلاهم يخربطوا مثلا؟ الا يعني الا بس انه في عالم بيحبوا بس انه ايه خربطنا يا الله نفس الهيئة. طب ممكن يكون في ممثل عامل دور حرامي بثلاث مسلسلات بقوموا بيخربطوا؟ والله منصفي خصوم المعلم بس مو هيك. والشر والسمع السيئة ما كانوا بعاد عن شخصيات كرم الشعراني بهالموسم، وهذا الشيء كمان لاحظه الجمهور بأدواره الأخيرة، فما لحقوا يترحموا على عاصم بمقابلة مع السيد آدم وأبو الريح بحارة الإبة، إلا وفاجأهم كرام بالأفكار الجهنمية لهيثم بكسر عظم. والله بصراحة يعني أنا ما بعرف ليش المخرجين بيشوفوني بهذا المحل. دائما حتى سؤال صار مكرر من أقرب الناس لألي اللي هن أهلي بابا أو ماما، إنه عم بحكي مع بابا عم قل له والله أنا عندي هيك دور كذا كذا كذا، عم كانت ردة فعله إنه قال لي بابا طب إمتى بدك تاخذ دور مثل العالم أنت؟ يعني إمتى بدك تاخذ دور مثلا العالم يحبوك بالطريق؟ هلا بالنهاية أي دور أنت بتأديه أكيد راح تشوفي محبة العالم، والعالم بتعرف إنه هذا الشيء تمثيل وهذا الشيء، بس إنه كثير بيقولوا لك العاب دور الطيب. هلا أوكي، أول شيء هي رؤية مخرجين أنا مثل ما عم قلك، ثانيا ليش بيشوفوني بهذا المحل ما بعرف، ثالثا بالنسبة إلي دور الشر أو الشر المطلق أو الدور السلبي خليني أقول هو بيشكل تحدي كبير بالنسبة إلي، لأنه يعني أنا صدقا هيك بمشي بالحياة هيك كتير حدا هادي مسالم بعيد عن المشاكل، فلما بتجي هاي الأدوار بحسها هي تحدي بالنسبة إلي، إنه أنا كيف بدي يكون هذا الآخر اللي هو ما بيشبهني ولا بأي تفصيل بالحياة.